بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض دور التعليم الأساسية برنامج سوليد ووركس للمبتدئين. أمر المعنى النهاردة اللي هو creating repeating pattern in a sketch، اللي هو تكرار الأشياء ضمن طبعا قائمة modifying sketch اللي هو خطوط التعديل على الرسم. هنفتح برنامج سوليد ووركس، نقفل ملفات مفتوحة، نحدد بلين، أقول له عايز أرسم على توب بلين، هرسم شكل مسدس بهذا الشكل، أتأكد من الخط ده أفقي، وليكن هديله دايمنشن وليكن 10 ملي. الأمر بتاعنا اللي هو linear sketch pattern اللي هو تكرار الأشياء في مستوى أفقي أو رأسي. نقطة كويسة برضه هتفرق معايا في الرسم، في سهولة الرسم والإنجاز. أعمل selection على الشكل قبل ما أجيب الأمر، ابص الاقي معمول له سيلكشن اوريدي في الخانه بتاعت انتيتيز تو باترن اللي هو بيطلب مني فيها تحديد الاشياء ان اللي عايز اعملها تكرار. وطبعا هو حط ارقام افتراضيه 10 ملي، اقول له خليها 30 ملي. زي ما احنا ملاحظين ال 30 ملي اساسا من السنتر للسنتر، دي نقطه برضو مهمه جدا لازم نعرف. طيب عليك قول 20 ملي، خليها 15 وتلات أشكال بهذا الشكل. طيب أنا دلوقتي عندي أول حاجة خالص مسافة بين كل شكل والذي يليه في الخانة ديت. بعد كده عدد الأشكال اللي عايز أعملها تكرار، ولاحظ إن عدد الأشكال اللي هو الإجمالي بالشكل الأصلي بتاعه. انا هنا كاتب 3 1 2 3. طب برضو اقدر اعمل اعدل زاوية الميل، اخلي مثلا 10 درجات على الافقي، اخليها 30 درجة على الافقي، ما فيش مشاكل. طبعا هدي اوكي ويطلع النتيجة بهذا الشكل. طيب عايز اعمل تكرار لنفس الاشكال لكن في المستوى الرأسي، زي ما احنا قلنا هنعمل تحديد على الاشكال قبل ما نجيب الامر توفيرا للوقت. هنا في الدايركشن 1 اللي هو مستوى اكس اكسس هخليه 1، تكرار 1 يعني مفيش تكرار. لكن في مستوى الدايركشن 2 اللي هو واي اكسس هخليه 2، وخلي المسافة 15 ملي بهذا الشكل. ونفس زي ما قلنا برضو ممكن نعمل تعديل في الزوايا بهذا الشكل. طبعا الامر سهل وبسيط وما فيهوش اي شيء. طيب في حاجة تانية، في نرجع بس دي 90 درجة، وديت هنخليها 3 اشكال بهذا الشكل. طيب انا لو عايز اشيل الشكل اللي في المنتصف ده، في امكانية؟ في امكانية. ازاي؟ تعالوا نشوف. في هنا تحت حاجة اسمها instant to skip، الاشكال اللي انا عايز اعملها تخطي او مش عايزها تبقى موجودة اضغط عليها، لازم اضغط جوه المربع، ده شيء مهم لازم اضغط جوه المربع. وقت ما اضغط عليها هنا في علامات بدأت تظهر معي. طيب هضغط جوه المربع واتأكد بهذا الشكل. طبعا شال لي التلات صفوف بالكامل لانهم التلاتة يعتبروا اوبجكت واحد. طبعا لو انا عامل الامر من البداية في مستوى اكس واي فهو يعتبر كل مسدس اوبجكت بحد ذاته، لكن انا عملنا الاول صفوف مستوى افقي، بعدين خدنا التلات صفوف دول واحدة في المستوى الرأسي. طيب مش عايز اشيل دي، طبعا الفكرة واضحة والبرنامج سهل جدا. نشوف ان شاء الله الفيديو الجاي الامر اللي بعده. نزلنا في
امر اللي هو الامر الباتر او التكرار النمطي. اخدنا الاول نعمل توبلينج، نرسم الاول اي اوبجكت عشان نبدا نطبق عليه هذا الامر. احدد توبلينج نرسم برضو عليه شكل سداسي بهذا الشكل، اعمل الخط ده اهو افقي، اديله دايمنشن وليكن 10 ملي. اخدنا قبل كده اللي هو لينير سكتش باتر، تكرار نمطي مستوى اكس واي او مستوى افق وراسي. ان دلوقتي هناخد ان شاء الله السيركولار سكتش باتر او تكرار الدائر. طبعا هحدد الشكل اللي انا عايزك اعمله تكرار، اضغط في المنتصف عليه كل عمل حصل له تكرار. طبعا زي ما عارفين هحدد عدد اشكال زي ما احنا عايزين. طيب وليكن خلوهم 10 اشكال، وعايز اشيل الشكل زي ما احنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، instance to skip to skip. هضغط جوه المربع، يظهر علامات الحمراء، اشيل الاشكال اللي انا مش عايزها. طبعا لو عايز اخلي الاشكال دي في زاوية معينة، حتى هو بيقول spacing مثلا 60 درجة، يبقى المسافة الزاوية دي كده 60 درجة. عايز اكبر الزاوية اخليها 74. وطبعا الاشكال بيوزعها توزيع منتظم جوه الزاوية اللي انا قلت له عليه، وليكن اخلي ديت مثلا 120، بيوزعها توزيع منتظم. طيب اخلي ديت 360، يوزع الشكل على محيط الدائرة في 360 درجة. طبعا أمر سهل وبسيط وبنحتاجه كتير جدا في الشغل بتاعنا. بالتوفيق ونكمل الفيديو القادم بإذن الله.